ثاني الملفات هو ملف استقالة الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال الذي استقال عن رئاسة تحالف قوى وطني السودان قوس، معللا الخطوة بالمشغوليات والالتزامات الأسرية وإحساسه المتنازع الذي لم يحتمل وجوده في مضمار السياسة رغم محاولاته المتعددة ليكون جزء من هذا القطاع المهم خدمة لبلده، خاصة وأنه يحفظ له الكثير من الود والتقدير، مشيرا إلى أن تكوينه كرجل اقتصادي واجتماعي يسعى لجمع كل الناس بمحبة دون تشاكس وصراعات يجعله يتخذ هذه الخطوة متمنيا للسودان الاستقرار، مؤكدا التزامه التام نحو أهله ووطنه في مجالات بعيدة عن السياسة. للحديث حول هذه الاستقالة معنا عبر الهاتف الدكتور عبد القادر العشاري رئيس تحالف كيانات الوسط. دكتور مساء الخير. مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله. الله يديك العافية. بداية دكتور عبد القادر، كيف رأيتم الجهود اللي بذلها دكتور أشرف الكاردينال خلال الفترة الماضية في قيادة قوس واتجاهه لتكوين تحالفات عريضة في الشمال والوسط والشرق للتأكيد على توحيد المطالب؟ والله طبعا الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال كان له جهود كبيرة جدا في توحيد جميع الكيانات الممثلة لغالبا للتعبير عن الاحتضان السياسي الموجود في هذه الأقاليم نتيجة لتراكمات ونتيجة لمظالم تاريخية ومظالم تجدد بعد اقتصادية جوبا التي حمشت هذه الأقاليم. ولا شك أن دكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال كان له يعني أثر كبير جدا في جمع هذه الكيانات بما عرف عنه من أعمال، يعني أعمال كبيرة، أعمال في مجالات التنمية ومجالات الأعمال الخير التي قدمها في هذه الأقاليم. وهو يعني رجل معروف ومشهود له بالكثير. وحقيقة يمكن العملية التي استغرقت، يعني العملية التي جمع فيها هذه الكيانات استغرقت قرابة 3 أشهر لكي يجمع كل الكيانات الممثلة لإقليم الشمال والشرق وإقليم والإقليم الأوسط تابع عبر تحالف ولايات الوسط وإقليم الشمال وإقليم الشريك ومنبر البطانة الحر، والأمر الواحد في شمال وغرب كردفان، وكذلك بعض التحالفات والقبائل في دارفور التي أعلنت تأييدها وانضمامها لهذه القوة الصاعدة، التحالف الكبير تحالف وطن السودان الذي ولد بأسنانه. للأسف الشديد يعني تفاجأنا اليوم يعني باستقالة دكتور سيد أحمد الكاردينال من هذا التحالف بعد يعني جهود كبيرة بالدواء ليرى النور. ويمكن الأسباب التي ذكرها الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال هي يمكن تكون أسباب هي مغنعة، ولكن كان عليه في أن يظهر قليلا حتى يعني يتقدم شوية هذا التحالف، لأن أعمال انعراض وضعها الشعب السوداني بهذا التعارف ليخلصهم من هذه الفوضى التي تشهدها البلاد. نعم، طيب دكتور عبد القادر، هل يعني انتم شايفين انه اتفاق جوبا او اتفاق سلام جوبا اهمل الكثير جدا من قضايا الشمال والوسط ومن حقوق الشمال والوسط، ولم ينصف الشمال والوسط من خلال البنود المختلفه لقطاع الشمال وقطاع الوسط؟ ايوه، هو الشمال والوسط وكل الاقاليم التي يعني موجوده على مستوى السودان هي تاريخيا
يعني مظلومة يعني. كان ينبغي على الحكومة أن تراعي هذه مسألة التقسيم العادل للثروة والسلطة بين الأغاليم وبين المرأة. وما يخصنا نحن في الإقليم الأوسط، نحن في تحالف الهيئات الوسط للنادي بتقسيم عادل للثروة والسلطة بين الإقليم وبين المركز. جاءت اتفاقية جوبا يعني تعطي إقليم معين، يعني هي كأنما خصصت لمناصرة إقليم واحد دون الأقاليم الأخرى، بل بالعكس يعني يمكن أحملت الأقاليم الأخرى يعني غضا. وهذه يعني كانت يمكن ربما كانت تكون فتنة كبيرة جدا لولا حكمة القيادات في هذه الأقاليم، يعني كان ممكن تكون فتنة كبرى جدا. والإقليم الذي ناصرته هذه الاتفاقية هو إقليم دارفور، لأنه فيه حركات مسلحة وفيه ناس حملوا السلاح. يمكن إقليم دارفور يعني هو صحيح يعني يحتاج الكثير، يعني بما أنه كان يعني إقليم مناطق حرب ومناطق نزاعات، يحتاج نسبة معينة من التنمية، ولكن ليس على حساب الأقاليم الأخرى. كان ينبغي أن يكون له نسبة كبيرة، ولكن على الأقاليم الأخرى أيضا ينبغي كان أن يراعوا فيها مسألة التنمية ومسألة التقسيم العادل للثروة والسلطة. لأن الثورة ذات ثورة ديسمبر المجيدة يعني جاءت لتحقيق العدل، فما ممكن أنت تجي تظلم الناس باسم الثورة. هذه يعني كانت يعني علامة فارغة جدا على مستوى مسيرة العملية السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ونحن في تحالف الهيئات الوسط يعني أعلنا احترامنا على هذه الاتفاقية، وطالبنا بفتحها، فتح الاتفاقية حتى تعدل هذه الاتفاقية أو تكون هناك ويكون هناك اتفاق جديد يؤمن للإقليم يعني حقه الكامل في السلطة بنسبة 100%، وبالنسبة للثروة بنسبة 60 إلى 70%. نعم. طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن يتأثر تحالف قوس مستقبلا بابتعاد الكاردينال؟ والله لا شك أنه سيتأثر، لأن الكاردينال يعني كان له يعني هو كان الدينامو المحرك لهذا التحالف. وبما أن التحالف يعني يضم كثير من الكيانات التي يعني تمثل الأقاليم المختلفة، فبالنسبة للكيانات نفسها يعني هي ستضمد وستواصل مسيرتها في مناطقها المختلفة. ولكن بالنسبة للتحالف الذي كان ينبغي أن يكون هو البديل للحاضنة السياسية الضعيفة هو الحرية والتغيير، كان ممكن يكون بديل هذا التحالف، لأنه هو الحرية والتغيير تماما في تحقيق أهداف الثورة وفي انتشال الشعب السوداني من هذا المستنقع الذي يعني وقع فيه بعد الثورة للأسف الشديد يعني. كان ينبغي هذا التحالف وكان علق عليه الشعب السوداني آمال عراق جدا في إنقاذ الشعب السوداني، سيتأثر لا شك. ولكن نحن نتمنى يعني نأمل أن تكون القيادات هذه التحالفات المختلفة أن تتجاوز هذه المحنة بحكمة وبعمل سياسي متقدم جدا. يمكن يعني عقد اجتماع لهذه القوى المختلفة وتقرر بعد ذلك إما أن تصير على إرجاع الدكتور أشرف أحمد الكاردينال، أو بعد ذلك يعني يمكن
تقدم قيادة بديلة يمكن أن تحقق يعني الانتصار المأمول للشعب السوداني بإذن الله وانتشاله من هذا النفق المزدهر. إن شاء الله. يديك العافية كثير دكتور عبد القادر العشاري رئيس تحالف ولايات الوسط، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.